النهارده عايزين نقدم، بس عندنا بعد الفاصل. تمام، احنا النهارده ادي يوم خلاص. قبل ما نقول لكم عندنا ايه بعد الفاصل، كنت بقلب على الفيسبوك كده يعني كعادة المصريين كلنا يعني متنحين في موبايلاتنا، لقيت فيديو لشاب رائع. يعني عارفيني يمكن انا شخصيا دايما لما بروح في اي مكان يقولوا لي انت اشمعنى الشباب، انا اشعر بذنب ناحيه الشباب شخصيا. بصفه شخصيه كتبت على الفيسبوك من اول امبارح، قلت يا جماعه انا بات يعني لو الجامعات المصريه بصفه شخصيه عايزه تدعوني بصفتي راجل يعني شاب، كنت شاب يعني مش عايز اقول يعني اخد زمني وزمن غيري، ولكن انا نفسي اتكلم مع كل شباب مصر. محتاجين نتكلم معاهم، محتاجين نسمعهم. الشباب ما حدش بيسمعه، الشباب متلقي. الرئيس بيحاول، بس اللي بيروحوا مع السيادة الرئيس 500 شاب 1000 شاب، الملايين التانيين في حتة تانية خالص. وبنرجع نلوم عليهم انتوا ما عندكوش انتماء، انتوا ما بتحبوش البلد، انتوا عايزين تهجوا. طب لازم نسمعهم. فقلت انا عايز اروح جامعة جامعة اعمل ندوة واقعد اسمع من الناس دي وانقل بصفتي اعلامي صدى، او اللي الولاد دول هيقولوا لي حاجة اقوله هنا، الناس بتشتكي من كذا. ده موضوع، ولكن لما اروح بقى الجامعات دي مش هروح فاضي، هاخد معايا شاب زي اللي هتشوفوه دلوقتي في التقرير. هاخد معايا شباب قال لا للبطاله، مفيش بطاله. هاخد معايا شباب نابه، شباب يفرح، شباب لما نشوفه تحس ان مصر بخير وان ده بعد 10 سنين هيبقى حاجه. انا دايما لما اشوف نموذج زي اللي هتشوفه في التقرير ده اقول له انت بعد 5 سنين او في الفيديو اللي هنشوفه دلوقتي، انت بعد 10 سنين هتبقى كذا، هتبقى صاحب سلسله مطاعم، هتبقى رجل اعمال كبير. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع ناخد مداخلة من الشاب الرائع العبقري اللي هنشوفه دلوقتي. قبل ما نتكلم، اتمنى البلديه والاحياء والمحليات ما تروحش تاخد اسلام الصافي هيلا بيلا وترميه في النص نقل ويروحوا بيه على المحافظه. يعني بجد والله العظيم ساعتها انا هروح اقعد لكم هربط يعني هعتصم واضرب على الطعام قدام المحافظه. تعالوا نشوف.